أنت في بحر الظلمات. كلنا سمعنا العبارة دي وضحكنا عليها. إيه هو بحر الظلمات؟ زمان كانوا بيسموا المحيط بحر الظلمات، الأوقيانوس اللي هو أوشن، لأنه بعده ما كانتش الناس عارفة فيه إيه، وكان اللي بينزل في البحر ده غالبا ما بيرجعش. فتخيلوا إن الموت والضياع والهلاك موجود في بحر الظلمات. وبما انه في موت وهلاك، ففي كائنات غريبه مفترسه خرافيه بتاكل البني ادم. سموها تنانين، سموها كائنات غريبه ورسموها كده. تلاقوا في الخرائط القديمه المحيط ده مرسوم فيه تنانين او كائنات غريبه. في الأيقونات بنرسم حاجة تانية عكس دي، بنرسم الرب يسوع المسيح وهو بيعتمد نازل المية ومتغطس في المية ودايس على التعبان أو التنين، كأنه بيحول الموت إلى حياة. وبنقول مزمور جميل جدا: مالك أيها الأردن رجعت إلى الخلف، البحر أبصره فهارب. عايز يقول إن الموت اللي كان بيخطف الإنسان وبيغرق الإنسان والظلمة اللي كانت مسيطرة على الإنسان، نزل المسيح ليها والتقى بالشيطان وهزمه وإدى الإنسان حياة. فأصبحت المية في المسيحية بالمعمودية مصدر حياة. عشان كده جنب المسيح تلاقوا سمك. السمك كائن بيعدي في المية ولكنه ما بيموتش. فأصبحت المياه اللي كانت مصدر الموت بعد ما المسيح انتصر على التنين الحية القديمة، أصبحت لينا إحنا المسيحيين مصدر حياة جديدة.